بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا بكم في دار طيرة للطباعة والنشر والتوزيع، دار حديثة أنشئت سنة 2020، تهتم بكتب علماء جبل النفوسة وكتب التاريخ بصفة عامة وكتب الفكر وكتب المذهب. دار طيرة بدأت مرحلتها عملية الطباعة من سنة 2020، بدأت بكتب الشيخ علي يحيى معمر، والآن تحت الطباعة في مجموعة كتب، منها كتب للجناوني ومنها كتب للشيخ عبد الله الباروني في الأدب، وكتب أخرى بإذن الله قريبا سترى النور. تهتم دار طيرة بتوفير الكتاب كتب علماء جبل النفوسة وكتب علماء جبل النفوسة بصفة عامة من كتب التاريخ والأدب والفقه والعقيدة. تتميز دار طيرة أن الكتب المتوفرة لديها غير متوفرة في دور نشر أخرى، مثلا في طرابلس أو في أماكن أخرى، لأنها تهتم مثل ما قلنا بتراث الجبل وبفكر الجبل. كذلك تشارك دار طيرة في عدة مناسبات وفي عدة ندوات، شاركت فيما سبق في معرض طرابلس الكتاب، شاركت في معرض في مدينة نالوت، شاركت في معرض في مدينة طرابلس، شاركت في معرض في مدينة مصراتة، والآن تسعى إلى إحياء الكتاب وإحياء الكتاب التاريخي لجبل النفوسة بإذن الله.